قبل المغرب من بدايه البطوله. كفو. انت من وين يا حبيبي؟ تتكلم عن البطوله من المملكه العربيه السعوديه. تفضل. مرحبا. حياكم الله اخواننا. حقيقه انا من داعم للمنتخب المغربي من بدايه البطوله. الله ينصرك. وشرف الكره العربيه خير تشريف. نشهد. ووصل الى مراحل متقدمه. ويعتبر افضل فريق افضل منتخب في المونديال. الله الله. واللي طلع المنتخب المغربي من البطوله هو الحكم المكسيكي. انا الحرم حرم المنتخب ضربتين جزاء ووضوح الشمس، ولا بد ان يخطئ الفيفا ان يخطب هذا الحكم. فاشل. وان شاء الله يحقق المنتخب المغربي الموسم الثالث. هل تعتقد ان المنتخب المغربي سيفوز بالرتبة الثالثة مع كرواتيا مقابلة الترتيب؟ اعتقد بان المنتخب المغربي سيفوز بالمرتبة الثالثة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.